السلام عليكم أعزائي الصغار، سنتعرف اليوم على حروف المد. ما هي حروف المد؟ حروف المد هي الألف، الواو، الياء. المد بالألف هو كتابة الألف بعد الحروف، ويتم نطقها بفتح الفم، مثلا ما كا. المد بالواو هو كتابة الواو بعد الحروف، ويتم نطقه بضم الفم، مثال مو كو. مد بالياء هو كتابة الياء بعد الحروف، ويتم نطقه بمد الحرف مع الياء، مثلا مي كي. شكرا على متابعتكم.